خلينا نطمن بقى على الفريق قبل يعني حوالي ساعة ونص من المباراة أو ساعتين، ونشوف إيه آخر الأخبار والتطورات وآخر الاستعدادات الخاصة بالنادي الأهلي قبل مباراة المقص. عشان كده خليني سريعا أرحب بزميلي الأعزاء شريف شعبان من فندق الإقامة الخاص بالنادي الأهلي قبل التحرك لملعب المباراة، ومن ملعب المباراة فاروق صلاح في الاستاد واستاد الأهلي والسلام، نطمن من خلالهم على كل الكواليس قبل مباراة اليوم. نبتدي بشريف. يا شريف مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميل امير، تحياتي ليك وتحياتي للزميل المتالق فاروق صلاح، وباذن الله يا رب يكون وشه جميل والاهلي يفوز النهارده باول 3 نقاط. من فندق الاقامه الاهلي هيتحرك بعد اقل من 10 دقائق، توجه طبعا الى استاد الاهلي والسلام عشان مباراه الاهلي والمقصه باذن الله في افتتاح الدوري رقم 43. يا رب باذن الله يكون الفوز النهارده من نصيب النادي الاهلي، والاهلي يقدر يحافظ على لقبه عشان نقرب خطوه بعد خطوه عشان نعلق النجمه الخامسه باذن الله، بعد ما نوصل للبطوله رقم 50 باذن الله، عشان باذن الله باذن الله يكون 5 نجوم فوق، وباذن الله يكون وصلنا للنجمه العشره، فيما لا يمكن اكتر من نجمه 10 كمان باذن الله، عشان يبقى التيشيرت كله نجوم. وهو ده النادي الاهلي، عاوز تدور على الالقاب، عاوز تدور على بطولات، دور على طول على النادي الاهلي. يا شريف طمنا على الاخبار عندك، اهم الكواليس، كيف يستعد النادي الاهلي لهذه المباراه، المحاضرات الفنيه مدادها الزمنيه وكل ما يتعلق بالفرقه يا شريف. يمكن الاهلي بدا يوم النهارده في 9:30 صباحا، كانت وجبه الافطار وجبه اجباريه لكل اللاعبين، الغداء كان الساعه 1:30، يمكن المحاضره كانت الساعه 4، استمرت ساعه على تلت بالتحديد. ويمكن مستر بيتسو موسيماني اعلن في التشكيل جوه المحاضره اللي هيبدا به فريق قدام مصر المقصه اليوم، والتحرك هيكون الساعه 5:30. طبعا المباراه الساعه 7:30، امبارح كان في محاضره فيديو قدر يعرفهم على نقاط القوه والضعف لفريق مصر المقصه، حذرهم من خطوره فريق مصر المقصه، حذرهم من بعض الاسماء في فريق مصر المقاصه، واتكلم على المدير الفني الكابتن ايهاب جلال. يمكن مستر موسيماني مذاكر كل حاجه عن فريق مصر المقاصه، وده اللي يميزه من ساعه ما جه، وعارف الاجواء، عارف المدربين المصريين المتميزين، عارف جميع الفرق ما شاء الله، كان مذاكر جدا يمكن كل الفرق المصريه اللي ممكن يلعبها وممكن كمان يلعبها في المستقبل. النهارده مصطفى شوبير الحارس الثالث النهارده كان في قائمه المباراه، كان عنده مباراه مع قطاع الناشئين، ذهب الى المباراه ورجع منذ قليل عشان ينضم الى المعسكر. مصطفى شوبير من الحراس الواعدين جدا لمستقبل النادي الاهلي، وطبعا كل مباراه 99 بيستعينوا بمصطفى شوبير، حارس واعد، حارس جيد باذن الله يكون مدد قوي لمحمد الشناوي سوبر ستار حراسه المرمى في منتخبنا الوطني طبعا والنادي الاهلي. زي ما قلت لك الاهلي هيتحرك بعد قليل، بعد يمكن محاضره استمرت ساعه الا ثلث، مستر موسيماني حريص ان يطول في المحاضرات، يتكلم فيها على الكور الثابته، على الضربات الركنيه، على التكتيك بتاعه، يلعب ازاي، مين اللي ممكن يبدا النهارده يلعب فيرود، يلعب تحت 3، يلعب فرد وهمي ولا لا، كل ده هنشوفه باذن الله بعد قليل في 7:30 على استاد الاهلي والسلام، ويا رب باذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي. يا رب باذن الله. شريف انا عايز اطمن تحديدا على مستر بيتسو موسيماني بعد استقباله لخبر وفاه مودريكا ماديشا مدافع فريق صن داونز في حادث سير اليم اليوم، طمنا، انت اكيد شفته في الفندق، يعني ازاي استقبل الخبر، وخصوصا ان احنا عارفين مدى قوه العلاقه ما بين موسيماني وفريقه السابق فريق صن داونز ولاعبيه بكل تاكيد. يعني كان ليا كلام معاه النهارده بعد وجبه الفطار، وكان باين عليه الزعل جدا وباين على وجهه جدا، واتكلمت معاه قال لي يعتبر من ولادي وبفقد احد ابنائي يمكن في فريق صن داونز، هو واشاد بروحه الجيده مع اللاعبين واخلاقه العاليه جدا مع اللاعبين، وقال لي كان عنصر مهم جدا في فرقتي، كان حزين النهارده حزن كبير هو وجهازه على اللاعب، ويعني تمنى له الرحمه طبعا، وبس يعني باين على وجه بيستر موسيماني طبعا الزعل، ولكن قدر وربنا يرحمه ويرحم اسرته يعني. يا رب ان شاء الله باذن الله. طيب خلينا